بقى سؤال في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية، وهتجاوبوني عليه انتوا الاثنين. دلوقتي كلاتنبرج طلع قال مباريات الأهلي والزمالك القادمة كلها بحكام مصريين، تفتكر حد يعترض عليه أو اتحاد الكورة هيجبره إن يبقى الحكام أجانب؟ بص هقول لحضرتك على حاجة، ده المفترض إن اتحاد الكورة جاب راجل متخصص وعشان يطور التحكيم، إذا لابد إن كلامه طبعا تديله الصلاحيات، تديله الصلاحيات شيء طبيعي جدا. انا هبعد، مش هبعد بعيد، هو كابتن وجيه احمد لما كان موجود في رئاسه لجنه الحكام، مش محمود البنا وامين عمر ادار مباراتين للاهلي والزمالك؟ بس ده ما كانش قرار كابتن وجيه، معلش بقى وماله؟ طب وماله الكابتن عصام برضو والكابتن محمد عادل حكم؟ ما انا لسه بقول برضو لسه يعني هقول لسه هقول طبعا انا مش مختلف. والكابتن عصام نفسه كان موجود محمد عادل في هيجي كلاتنبرج. هوضح السؤال تاني، اتفضل. دلوقتي كلاتنبرج طلع قال مباراه الاهلي والزمالك القادمه في كاس مصر مثلا خلاص هي تحدد لها حكام اجانب، بس المباراة القادمة دي بحكام مصريين، هل اتحاد الكورة هيجبروا ان يبقوا حكام اجانب؟ لا طبعا. انا هقول لك حاجة، لابد ان الراجل طالما انت جبته عشان يطور المنظومة التحكيمية وانت بتثق فيه، معنى كده انت بتثق فيه، فاذا لابد ان انت كنت تثق في قراراته، قراراته طيب. مهمة جدا. محمد هو الراجل جاي ليه؟ عشان يطور. صح. كلمة تطوير دي، تطوير تحكيم دي كلمة كبيرة قوي. صح. تمام. فاذا كان هو جاي عشان يجيب حكام مصريين فده واجب عليه، ده دوره الاساسي ان يكون المسابقه المحليه بتدار بحكام مصريين، ده دوره الاساسي. مزبوط. كلمه التطوير دي يعني لا وجود للحكام الاجانب. دي نمره واحد. تمام. نمره اتنين بقى، النهارده الراجل ده انت طالب من الحكام طلبات. مين اللي هيجيب حق الحكام النهارده؟ الحكام لحد النهارده ما خدتش فلوسها. وتم الاعلان، انا عايز اقول لك في حاله غضب جوه الحكام، انا بنقل لك الصوره اللي يمكن الحكام ما تقدرش تقولها. النهارده تم الاعلان عن راتبه 25000 او 30000 تقريبا دولار. النهارده لحد النهارده الحكام ما خدتش ولا مليم. هتتعامل معاه ازاي؟ انت بتسمع رقم وانا باخد رقم، دي حاجه تانية. دي مالهاش علاقه يا محمد. بص لا، دي علاقه لا اساسيه. لا اسمعني بس، انا اسمعني انا اقصد ايه بس. ما اقصدش دي علاقه. النهارده مش المفترض ان الحكم يبص للرئيس بتاعه او المسؤول عنه بياخد كام فلوس؟ طب ما انت بتطلب مني. اصبر يا محمد، اصبر بس شويه، انا هرجعك. انت النهارده عشان تطور منظومه التحكيم لازم تدي الحكم حقه. طيب يعني ما اختلفناش خالص، وانا مختلف في الحته دي. طبعا. حته الفلوس دي انا رقم واحد فيها، بكلمك فيها. لكن النهارده مين المسؤول حاليا على ان الحكام بقى لها 6 شهور ما تاخدش مرتباتها؟ اتحاد الكره ولجنه الحكام. جميل. هل اعضاء لجنه الحكام ال 18 بيقبضوا ولا ما بيقبضوش؟ بيقبضوا كل شهر فلوسهم زي الفل. ازاي انا مسؤول اقبض او اتقاضى مرتبه؟ ده حقه اتقاضى مرتبه على عمله، بس في نفس الوقت لازم الحكم يتقاضى مرتبه، يتقاضى اجره، على خصوصا ان في حكام، الحكام الصغير، انا كمان هنزل بمستوى ان في حكام صغيرين محتاجين الكلام ده. مفترض الشيء الجميل في حكام طلب على فكره. طبعا ان انت تدي الحكم اجره وتدي الحكم حقه، دي اول حاجه في منظومه التطوير. ده الف بيه تطوير. ده الف بيه تطوير.